الوزير الأول السابق أحمد يحيى يساق إلى السجن بعد مثوله أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا. يوم تاريخي غير مسبوق شهدته الجزائر بأول محاكمة لمسؤول رفيع بدرجة وزير أول. رفضوا وحطوا، كسبت الدنيا كل، كسبت الكيران، كسبت المطاحن، كسبت الفيلات، كسبت حتى شركة تاع طيران في بلدان الناس. مثول عبد الملك سلال وعدد من الوزراء والولاة أمام قاضي التحقيق بعد أن أحالت النيابة العامة ملفاتهم إلى المحكمة العليا. لكن يقعد في الشعر يقعد في قول عضو برب الفلق. وتذكروا كلكم كان شباب للاشفاش كان ناس زرعوا كبار الشام على انتخابات تاع 91 لما ولاد العاصمه وبنات العاصمه ما خرجوش يصوتوا بقوه. شفتوا هذاك الوحش اللي خرجنا من الانتخابات، شفتوا هذوك الارهابيين اللي خرجوا من الانتخابات تاع 91. اذا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر وينعل كل ما يحبناش. شكرا. استيقظ الجزائريون وعلى إيقاعه رقصوا في مسيرة الجمعة 17 من الحراك الشعبي. كان وهما كنت أنتظر في الفراش في المنام أن أنام ويحيى ويحيى أقيل من منصبه فقط، لكن اليوم ويحيى فأنا منبهر بهذا الإنجاز تاع الحراك. أنا وزغاردي هذه المرأة. هذه التغريده على يحيى يحيى كل الصوبة. تضرب الصوبة في الحلاج. سلاح الصوبة. شريط أودع الرئيسان السابقان للحكومة أحمد يحيى وعبد الملك سلال سجن الحراش بتهم فساد وسوء استغلال السلطة. جاي نشوف أنا وليدي نتأكد، باسكو هادو ما نهبونا ضيعونا سرقونا ولاد ماكلهم الحوت على جالهم. وعليكم آخرها خبر إيداع الجنرال المتقاعد علي غدير الحبس المؤقت بالحراش بتهمتي التعامل مع الأجانب ومحاولة الإضرار بالدفاع الوطني.